عندي كلمة إلى كل الكتل السياسية، من يصير تقليص بالمناصب والامتيازات، رأساً تقدمون طعن بالمحكمة، والمحكمة وياكم طبعاً وترجع لكم كل حقوقكم، وهذا الشعب كله بلا حقوق. ومن تعقدون صفقات سياسية وتحالفات دولية دون رجوع المجلس النواب، ما حد اعترف ولا أحد يجمع تواقيع، لأن القضية ما تمس مصالحكم وامتيازاتكم. أريد نعرف منو مسؤول عن هذا الخراب، منو مسؤول؟ منو مسؤول عن ضياع البلد؟ واحد يتهم الثاني وضاع العراق بسببكم، والعراقيين ما حد يعرف بيهم، وين ما وين آلاف محتجزين بتركيا مخليهم معسكرات وبأسوأ حال، منو سأل عليهم؟ يا وزير يا برلماني؟ والهجرة مستمرة لأن ما شافوا أي خير بهذا البلد. الخير صار ببطون أهل المناصب، بعضهم مو كلهم. تصبحون على وطن آمن.